عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شباب، بإذن الله هنشرح توت الشيست اللي بيتكلم عن برونكيال أزمة و COPD. في الفيديو ده أنا هشرح إن شاء الله برونكيال أزمة، وإن شاء الله فيديو تاني هنشرح COPD. تمام؟ طيب برونكيال أزمة المفروض أعرف إيه عنها كطبيب؟ أول حاجة لازم أعرف يعني إيه برونكيال أزمة أساسا، أعرف الديفينيشن بتاعها. تاني حاجة لازم أعرف إيه الأعراض أو السيمبتومز أو الساينز اللي تيجي أو السيمبتومز يعني بشكل أدق، إن تخليني أفكر إن البيشنت اللي جالي ده ممكن يبقى عنده برونكيال أزمة. تالت حاجة أعرفها ليه أساسا جاله برونكيال أزمة الشخص ده، عشان أقدر أعالج السبب. لازم أعرف الميكانيزم أو الباثوفيسيولوجي بتاع البرونكيال أزمة عشان أعرف أدي العلاج يعني أو أفهم العلاج بيشتغل إزاي طبعا، و ازاي اعمل يعني دايجنوزس يعني بشكل اكيد ان انا يعني البيشنت ده اكيد عنده برونكيال ازمه، عشان طبعا يعني مش نمشي في وسط العلاج بعد كده اكتشف ان هو اساسا ما كانش عنده برونكيال ازمه، لان يعني اغلب امراض الريسبيراتوري سيستم بتبقى كلها نفس الاعراض اساسا، يعني بكح، يعني في خرفشه في الصوت، ما اعرفش، في مثلا طلعت نصف الشيست، يعني بتبقى الاعراض كلها شبه بعض تقريبا، فبيبقى في حاجه سبيسيفيك لكل مرض يعني او حاجتين بس، فابدا ان انا ادور عليهم هل هم موجودين ولا لا عشان اقدر يعني اكيد ان دوت هو المرض ده، فابدا ان انا ايه اعمله. تمام؟ طيب ده كده المفروض ان انا اعرفه عن برونكيال ازمه. تمام؟ طيب بعد كده لنفترض ان حضرتك او يعني اي حد قاعد في العياده، وفي واحده جات له يعني عندها بالساينز دي او السيمبتومز دي، قالت انها بتكح، تمام، وقالت انها عندها ويزنج وعندها شورتنس في البرس وجست تايدنس. طيب قالت ان انا الاعراض دي كلها حصلت فجاه لاني نفترض ان دي سيجار يعني، وحد كان بيدخن جنبي، فانا لما شميت الدخان حصلت الاعراض دي. تمام؟ طيب فانا نفترض ان احنا عندنا القدره ان احنا يعني دلوقتي كل الاعراض كلها يعني نستدل بيها ان هو في مشكله في respiratory system. تمام؟ فنفترض ان احنا عندنا القدره ان احنا نقدر ندخل اللنج جوه، وهاجي ابص على البرونكال، تمام، هلاقيها ان هو المفروض البرونكال بتبقى اوسع شويه وما فيهاش التايتنس اللي من جوه او الثيكنس دوت، فهلاقي لا ده في مشكله. طب ايه سبب المشكله دي؟ نفترض ان احنا نعرف ندخل جوه اكتر ونبدا نبص. تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل جوه؟ ايه السبب بتاع اللي حصل بسببه المشكله دي؟ فقال لك هنفترض ان دي الجزيئات اللي دخلت اللي هي استنشقتها بسبب دخان السجائر مثلا، وده اللي حصل بقى بعدها. ايه اللي حصل بعدها؟ قال لك انك عندك خليه من الخلايا اللي هي يعني بتتعرف على الانتيجين وكده، ونفترض اللي هي دنتروكسيل، وهي بتبين هي اكتر حاجه يعني. تمام؟ طيب فهي تعرفت على البارتكلز ديت وبدات انها عرضتها على سطحها بالام اتش سي 2. تمام؟ طيب بعد كده عندي خليه تي اتش، تمام، شافت الانتيجين المعروض على سطح الدنتروكسيلز وبدات انها تحولت من تي اتش لتي هيلبر 2. تمام؟ سي تايب تي هيلبر 2، تي هيلبر 2 سوري، بدات تفرز حاجتين الاي ال 4 و13 واي ال 5. تمام؟ طيب الاي ال 4 تمام بتعمل ايه؟ بتروح للبيتا سيلز او سوري البي سيلز وبتحولها لبلازما سيلز. تمام؟ بعد كده البلازما سيلز بتبدا انها تفرز، يعني بتبقى يعني هي المفروض ان هي بي سيلز ولكن نشطه ومحفزه، وبتبدا تفرز لي الاميونوجلوبولين اي. تمام؟ طيب الاميونوجلوبولين اي بيعمل ايه؟ قالك بيروح للماست سيلز بيبدا انها يحفزها ويعمل لها اكتيفيشن ويخليها تفرز لي الهستامين والليكوترين والبروستاجلاندين. ودي كل الهستامين طبعا عارفين ان هو بتاع الحساسيه، ويعني دي حاجات كلها يعني ريليتد للانفلاميشن. تمام؟ طيب ليه كده؟ تمام. ده كده اللي عمله اول جزء من التي هيلبر 2. تمام؟ طيب بعد كده الانترليوكن 5 هيروح ل هيروح بسم الله هيروح للايزينوفيلز. تمام؟ الايزينوفيلز تبدا تفرز السيتوكينز والليتروكين. تمام؟ طيب والحاجات دي كلها بقى الحاجات اللي فرزتها الماست سيل، والحاجات اللي فرزها الايزينوفيلز بدات تعمل شويه سيمبتومز. السيمبتومز هي عملت برونكس برونكس سبازم، وبدات تفرز لي زياده في الميوكس، بدات تعمل لي اديمه، وده خلى البرونكاي ان هو يضيق، فده اللي خلى عندها مشاكل في التنفس، وخلى عند شورتن في البرس، وبعد كده خلى انها بتكح وفي ويزنج وحسب بتشست تايتنس. تمام؟ ده كده اللي بيحصل في البرونكيال الازمه يعني باختصار شويه، ان هو انا في حاجه دخلت لي يعني فجاه، انا قاعده كويسه حصل حاجه يعني هي اللي عملت زي
ستيميوليشن لاعراض البرونكيا الازمه. فلما يعني ايه اللي حصل بقى، راحت في خليه اتعرفت عليها، خليه اتعرفت عليها تي هيلبر سيلز، راحت تي هيلبر تحولت لتي هيلبر 2 بدات تفرز انترليوكن 4، وراح للبي سيلز خلاها تتحول لبلازما سيلز تفرز للميونوجلوبين اي، الميونوجلوبين اي راح للماست سيلز خلاها تفرز بعض المواد، والانترليوكن 5 راح للايزينوفيلز خلاها تفرز بعض المواد، والحاجتين المواد اللي تم افرازها عملت لي البرونكوس سبازم، عملت لي في افراز الميوكس وعملت لي ايديما، فده خلى الاعراض بتاعه البرونكيا الازمه ايه تظهر. تمام، طيب ده كده في الاول في الايرلي فيز او في اول دقائق بتحصل، تمام، من ان انا في يعني حصل ستيميوليشن او حصل في حاجه يعني حفزت الـ يعني ماده غريبه او انتجن دخل، يعني زي مثلا الغبار بتاع او مدخن السجائر. تمام، طيب ايه اللي بعد كده؟ قال لك الليت فيز تبدا بقى الكيمو تاكسس يتم افرازها، وانفلاميشن اكتر يتم انفلاميشن ميديتورز اكتر بتيجي، والماكروفاج ممكن تيجي كمان، وممكن نجيب خلايا تانية، ويعني بيبقى انفلاميشن انفلاميشن يعني. تمام، طيب فالمونوكو يعني طبعا كل ما الانفلاميشن يعني مدته بتزيد كل ما طبعا اعراض هتزيد. تمام، طيب قال لك بقى لو انا حصل ان هو يعني لونج تيرم، لا هو فين الاهم ثانيه واحده، دلوقتي كنت بتكلم ان هو لو يعني حاجه حصلت فجاه، انا شميت اي ريحه او يعني نفترض ان هو دخان السجاير وحصلت الاعراض دي، طيب لو وبعد لو انا يعني خلاص هديت ومعنتش بتعرض لدخان السجاير فانا تمام زي الفل، تمام، لانها كانت كويسه اصلا قبل ما تتعرض ليه. طيب دلوقتي بقى لو انا في لونج تيرم، لو انا دايما بتعرض للحاجه دي وما بعالجش نفسي، فهيبقى عندي لونج تيرم من البرونكيال ازمه. طيب ايه الاعراض بتاعتها؟ قال ان هي ما هتبقى ريفرسبل، يعني احنا كنا بنقول ان هي كانت كويسه اول ما تعرضت للحاجه دي، يعني حصلها السيمبتومز بتاعه البرونكيال ازمه. طيب دلوقتي هتبقى ريفرسبل اللي هي دايما بتتعرض ليها ما بتتعالجش، فهتبقى ريفرسبل. تاني حاجه هيحصل عندي سب ابيثيليال فايبروزس، من كتر ان هو في حصل الانفلاميشن او كده فيعمل عندي فايبروزس، والفايبروزس اول ما بيحصل خلاص مفيش رجوع تاني، يعني هتبقى ايريفرسبل. قال لك السموز مثلا طبعا هيحصل هايبرتروفي، لان انا دلوقتي ليه الفكره في هايبرتروفي، انا دلوقتي محتاجه ان انا اطلع الهواء اللي انا دخلته، تمام، فعشان اطلعه هو مش قادر يطلعه لان حصل ضيق في الممر، تمام، فيبدا المسل تبدا انها يحصل هايبرتروفي عشان تحاول انها تضغط تطلع الهواء. تمام، طيب بعد كده هيحصل عندك انكريز في الميوكس برودكشن، طبعا الخلايا الجنينيه الخلايا زادت فتبدأ انها تفرز ميوكس اكتر. انا عندي اساسا يعني طبيعي معروف ان هو في الريسبيراتوري ان الميوكس من الحاجات اللي هي مفروض ان هي مناعيه، لو اي جسم غريب دخل فهو بيبدا يفرز ميوكس كتير عشان يبدا ان هو يطرده معاه. تمام، طيب دي الحاجه دي بنسميها السي بي اي اللي هي الكرونيك بريزنتنت ازمه. تمام، يعني هي بتبقى كرونيك وبريزنتنت دايما، هو اساسا البلمونري ازمه هو بمرض كرونيك ولكن هو بريزنتنت يعني الكرونيك دايما، يعني ما هو مش بيجي على نوبات اكيوت. تمام، طيب ده كده يعني شوية معلومات كده زي مرور سريع على البرونكيال الأزمة. نبدأ بقى نتكلم على الكلام في الداتا. تمام، طيب انا لو جيت يعني اشوف الديفينيشن بتاع الأزمة، فقالك هو عبارة عن كرونيك انفلاماتوري. تمام، حلو، قالك ان هو بتحصل في الاير واي بسبب ان في بعض الخلايا اللي بتلعب يعني دور تيجي تعمل مشكله يعني في الاير ويز ديت، زي الماست سيلز والايزينوفيلز في بعض الاشخاص، وده بيعمل طبعا انفلاميشن. تمام، طيب ايه الاعراض اللي بتظهر عليا بره بقى؟ زي ما احنا قلنا ان هي جت كانت شورتنس في البريس وويزس وتشست تايتنس وكف، وقال لك دايما يعني ده بيبقى يعني بسم الله الرحمن الرحيم بينتشر بشكل عام ولكن بيبقى فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ يعني زي ما احنا قلنا ان هو يعني بيختلف قوته يعني من مره لمره، دي اول حاجه. تاني حاجه لو احنا جينا بصينا زي ما انا قلت ان اللي حصل دي في البرونكاي. تمام، طيب زي ما احنا شفنا هنا كده، ده وقت ما حصل الاعراض، ده وقت ما تعرض للحاجه اللي عملت ستيميوليشن او عملت لي انفلاميشن. لكن يعني وقت تاني لو جيت بصيت على الايرويز بتاعتها هلاقيها كويسه، تمام، فيهاش مشكله. فده فاريبل، يعني انا الدي يعني مره تبقى كده مره تبقى كده مره تبقى كده، ففي فاريبل في الاير فلو. تمام، طيب
بعد كده قالك تبقى ريفيرسبل زي ما احنا قلنا، ان هو انا وقت بس ما بتعرض ده بيحصل لي الاتاك دي، وقت ما انا ما فيش تعرض لاي حاجه خلاص انا ببقى كويسه فهي بترجع تاني. تمام، قلنا يعني لو يعني ده لو انا بتعالج، ده لو انا مش بتعرض بشكل دايم، اما لو اتعرض بشكل دايم الموضوع هيبقى فيه فيبروزس وهيبقى ريفيرسبل. تمام طيب. وقالك طبعا يعني لو انا باخد العلاج بتاعي وبحاول ان اتجنب الاسباب، قال لك كمان ان زياده التعرض للاسباب اللي هي بتعمل لي انفلاميشن او كده بيخلي الاير ويز بتاعتي ريسبونسيفنس يعني للفاريتي ستيمولاي، يعني بمعنى بيخليه حساس جدا. فكره ان انا مكان انا عندي فيه خلايا مناعيه كتير، تمام، كل يعني اكيد اي حاجه بقى هيبدا انه يتلكك ليها. تمام، غير مثلا لو انا ما عنديش خلايا مناعيه في الاير ويز مثلا، خلاص هو ممكن ما ياخدش باله اصلا منها، لكن هي موجوده في اي حاجه تاخد بالها واي حاجه تعمل يعني تتلكك حرفيا يعني وتعمل عليها انفلاميشن. تمام طيب، هو يعني حاجه مهمه جدا هي الازمه برضو بتحصل فين بالظبط. قال لك انه الازمه بتحصل في، انا عندي اساسا لو جيت على الريسبيراتوري فانا عندي حاجه اسمها كونديكيشن زون ريسبيراتوري زون كونديكيشن، الحاجات اللي هي موجوده دي هي الفارنكس والنوز واللارنكس والتراكيه والبرونكس والبرونكليوز والترمينال برونكليوز. تمام طيب، وعندي في الريسبيراتوري زون عندي الالفيولار داكت والالفيولاي. تمام، فقال لك اللي هو الازمه بتيجي في الكوندكشن زون بس، تمام، اما الريسبيراتوري زون ما بتجيش فيها، ودي حاجه مهمه لان السي او بي دي هنلاقيها بتيجي في كله. تمام طيب، دي كده خلصنا التعريف بتاع الايه بتاع البرونكيال ازمه. انا عندي تعريف تاني للجينا، والجينا دي هي يعني زي مؤسسه او منظمه يعني مختصه بموضوع الازمه، فهي بتعرف لي الازمه ان هي عباره عن هيتروجينس ديزيز. ببدا ان انا اشخصه بان هو عباره عن كرونيك اير واي انفلاميشن. هو يعني انا لو عندي برونكيال ازمه فانا دايما عندي برونكيال ازمه، هو مرض كرونيك ولكن اعراضه بتبقى اكيوت. تمام، ففاهمين انتوا المفارقه دي، يعني انا مش دايما عندي اعراضه، يعني مثلا ممكن يبقى عندي مرض كرونيك فانا دايما عندي اعراض بتاعته، اما لا برونكيال ازمه هو مرض موجود عندي ولكن اعراضه بتبقى اكيوت، يعني على حسب هل انا تعرضت لحاجه تخليها تظهر او لا. تمام طيب، وبمعنى ان هو هيتروجينس ديزيز يعني مش معروف سببه، يعني اسبابه بتختلف تمام كتير جدا يعني. وقال لك ان انا بقدر ان انا احدده عن طريق ان انا اخد الهيستوري بتاع الريسبيراتوري سيبتومز، زي ان هو يعني الويز دي بتيجي لك امتى، الشورتنس بتاع البرس بتيجي لك امتى، الشيست تايتنس والكف بتيجي يعني بتقعد وقت قد ايه، القوه بتاعتها بتبقى قد ايه. كمان بلاقي ان هو في فاريبل في الاكسبيراتوري اير فلو ليميتيشن، ومهم جدا اخد بالي ان هي هنا في الاكسبيراتوري مش في الانسبيريشن. ليه؟ انا دلوقتي باخدها في، تمام، مفيش مشكله. ايه الفكره بقى؟ ان هي وانا باجي اخرج وانا بخرج النفس الاير فلوز بتبقى، او يعني الاير واي ستوري بتبقى ضيقه، فالفكره ان انا مش قادر اطلع الهواء. تمام، اما انا بدخله مفيش مشكله انه يدخل. تمام، لكن هي المشكله بس في ان انا باجي اخرج الهواء هو مش عارف يخرج. تمام، فهي المشكله بتبقى في الاكسبيريشن. تمام طيب، وقال لك كمان زي ما احنا قلنا ان هو ممكن بعد كده يبقى بيرسن، زي ما قلنا السي بي اي، ان هو يعني لو بدات نتعرض للكوزز كتير ما مفيش علاج فممكن يقلب ايه ان هو يبقى حاجه بيرسن. تمام طيب، قال لك ان هو كمان بيتصاحب مع هايبر ريسبونسيفنس واي واي انفلاميشن، زي ما احنا قلنا ان هو بيبقى يعني بيبقى في حساسيه شديده في الاير واي، في الاير ويز، ان هو اي حاجه داخله ممكن ان هو يعمل لها انفلاميشن. وقال لك لكن يعني رغم ان هو ممكن الاقي انفلاميشن، ورغم ان انا الاقي ان انا متحسسه من حاجات كتير، اللي انا ما اقدرش ان انا يعني اشخص ان ده اكيد 100% ان هو عنده ايه برونكيال ازمه. تمام طيب، طيب دلوقتي انا محتاج اعرف يعني لما اجي احدد او ادرس المرض ده، احنا بنشوف اساسا المرض ده بيصيب قد ايه، بمواد قد ايه النسبه او كده، بحيث ان انا يعني اديله اهتمام قد ايه واعرف مدى خطورته كمان يعني. فقال لك ان الازمه دوت هي يعني مشكله عالميه تقريبا، بتصيب حوالي 300 مليون شخص من يعني في العالم، ودي نسبه مش قليله او عدد مش قليل ابدا. قال لك كمان ان هي بتمثل من حوالي من 1 ل 18% من البوبوليشن في different countries، يعني على حسب بتختلف من دولة لدولة، ولكن بتمثل 1 ل 18% من الأفراد يعني بيبقى عندهم برونكيال أزمة. تمام طيب، وال WHO اللي هي World Health Organization فبتقول لك إن هي من إن البرونكيال أزمة بتمثل 1% من الأمراض بتسبب لي موت. تمام، ودي نسبة مش قليلة، لأن عندي أمراض كتير، تخيل عندي مالجنس وعندي كان يعني عندي مثلا هارت فيلير وعندي رينال فيلير وعندي امراض كتير جدا، وهي بتمثل 1% من الامراض اللي بتموت يعني. وقال لك كمان ان هي
كل سنة في حوالي 250,000 شخص بيموتوا بسبب برونكال ايه ازمة. تمام. طيب بعد كده انا محتاجة اعرف التايبس بتاعت الازمة. تمام. طيب انا خلينا اقول اول حاجة، انا اللي بيجيلي حد عنده برونكيال ازمه او يعني اعراض انا شاكك انها برونكيال ازمه، الشخص ده لو اقل من 12 سنه يعني طفل لسه، فانا هشك في كذا حاجه. يعني اشك ان هو يعني ان هو جينيتك، يعني هو حاجه ليها علاقه بالجينات، فابدا اسال يعني هل عندك حد في العيله عنده مثلا برونكيال ازمه، هل عندك حد في العيله عنده حساسيه من شيء معين مثلا، وابدا اسال الاسئله دي. يعني ابدا اشوف هو مثلا عنده اكزيما مثلا او اي حاجه بتزود الاي جي اي مثلا، فاه يعني خلاص يعني ببدا افكر في الجهه دي. تمام. هو لو ادلت بقى فلا، هو ممكن تبقى حاجه يعني هو بيشتغل مثلا شغلانه مثلا فيها حديد فيها دقيق فيها الحاجات دي كلها، فهي عملت لي يعني زي تحفيز كده، او بدا من هي من كتر ما الجسم بدا يتعرض لها بدات ان هو خلاص يعني الجسم بدا يكون مناعه ضده وبدا يعمل انفلاميشن كمان. طيب فاول حاجه هي الاتوبيك ازمه. الاتوبيك ازمه هي بتبقى كلاسيكال تايب، وهي اكتر تايب مشهور يعني، بتبقى يعني لها علاقه بالاي جي اي ميديتد هايبر سنسيتيفيتي اللي هي يعني تايب 1 يعني. تمام. احنا كمان نسيت اقول ان هو الحوار اللي هو بتاع الاميون جلوبولين اي اللي بيروح للماست سيلز او كده بنعتبره ان هو تايب 1، تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. قال لك كمان ان بشوفه في الاطفال، و بلاقي ان هو انا عندي ناس في العيله اساسا عندهم هايبر سنسيتيفيتي. كمان مثلا هو لو يعني بيجيله الازمه دي لما يعني لما يقرب من كات مثلا او كده، فانا لو عملت له سكين تيست مثلا الحاجه اللي هو يعني حصل له برونكيال ازمه على اثارها يعني، فهلاقيه بوزيتيف كمان. تمام. طيب حضرتك قال لك بقى عندك حاجات ان هي نون اتوبيك ازمه، يعني ما عنديش allergen sensation وما عنديش history وكمان ما عنديش skin test positive، انا عندي skin test بتاعي بيبقى negative. طيب ممكن يبقى بسبب ايه؟ قالك ممكن يبقى بسبب virus infection. تمام. طيب ازاي virus infection بقى؟ قالك ال virus infection بيعمل لي لا epithelial shedding لل epithelial. تمام. طيب هو لا بيبدأ يعني يعمل لي shedding في ال epithelial، بيبدأ الجسم ان هو يتحسس ليه، بيبدأ ان هو يحس ان الجسم بقى خلاص يعني البلاد فيزلز بتبقى ظاهرة اكتر للحقيقة الفيروس، فبيبدأ ان هو يعمل انفلاميشن ويظهر لي برونكال ايه ازمة. تمام. طيب بعد كده عندي الدراج انديوس ازمة. قالك بيبقى سنسيتيف لبعض الدراج زي الاسبرين والنون ستيرويدال انفلاماتوري انتي انفلاماتوري دراجز، لان الحاجات دي اللي هي الاسبرين او ان سعيد ديت بتعمل لي برونكو سبازم وكده، فالبرونكو سبازم اكيد يعني ممكن يعني يعمل لي ازمه وممكن لا يعني على حسب برضو الاشخاص يعني. بعد كده قال لك اوكيوبيشنال ازمه، فقال لك ان هو ممكن يعني بعض الاورجانيك او الكيميكال دات زي الود او الكوتن او الجاز مثلا او بنسلين برودكت، كل الحاجات دي ممكن يحصل لي منها حساسيه. قال لك كمان لو اكسرسايز، ولكن اخد بالي ان هو يعني السي في يعني بعمل اكسرسايز كتير قوي يعني بشكل يرهق جسمي، فانا ببدا اتنفس كتير، اي حاجه يبقى فيها لخبطه في النفس اساسا ممكن تؤدي لبرونكيال ازمه اساسا يعني. تمام. فقال لك ان هي بتبدا بعد لما اوقف يعني بعد الاكسرسايز وتفضل لغايه 30 دقيقه، يعني مثلا انا وقفت الاكسرسايز دلوقتي فانا وجالي برونكيال ازمه، فتفضل مستمر لغايه 30 دقيقه. كمان الوضع بيسوء في الكولد والدراي كلايمت. ليه في الكولد؟ لان الكولد بيعمل لي سبازم للمسلز بتاعه الريسبيراتوري، فهتبدا ان هي الاير ويز هتبدا انها ايه تضيق. تمام. يحصل زي برونك سبازم كده. تمام. طيب انا كده عرفت التايب بتاعت الازمه. ممكن اعرف ايه تاني حاجات بتعمل لي يعني ازمه تريجرز، يعني حاجات محفزات للازمه يعني. ممكن زي ما احنا قلنا الاكسرسايز، ولكن الاكسرسايز الشديده البولن هي حبوب لقاح او البجز في الهوم كيميكالز مثلا او الكولد اير زي ما احنا بنعمل سبازم، والفانجس مثلا الداست السموك السترونج اودرز والبوليوشن الانجر او الغضب والستريس والايموشنال. على فكره كمان ليه الحاجات دي؟ لان دلوقتي انا لما اكون غضبان او يعني متعرض لضغط او في حاجه مثلا فرح شديد او يعني اي حاجه فيها ايموشنال، ببدا ان هو بيبقى فيه نفس مش يعني النفس مش مظبوط، بيبقى في حاجه التسجيل شغال. تمام. بيبقى في حاجه اسمها الهايبر فنتليتنج هايبر فنتليتنج، ده بيخلي الايرويز ناروينج. تمام. ايه الفكره؟ ان هو الهايبر فنتليتنج ده بيبقى فيه زي
يعني بيلهس كده يعني نفس كده، فممكن يعمل لي ضيق في الايرويز. يعني انا اصلا ببقى مؤهله ان انا يبقى عندي برونكيال ازمه، تمام؟ فدي حاجه بتيجي تزود برونكيال ازمه، يعني كل الحاجات دي كلها بتيجي تزود برونكيال ازمه لانها بتختلف من شخص لتاني، تمام؟ يعني انا ممكن انا يعني العب رياضه كتير، او مثلا اتعرض لجو ساقع، او ان انا اشم سموك او ده او ده، وما يجيش برونكيال ازمه، ولكن الحاجات دي يعني زي محفزات للبرونكيال ازمه، تمام؟ طيب زي ما احنا قلنا الاسباب ان هي كانت ممكن جيناتك مثلا، او يعني انا عندي الاي جي اي والحاجات دي كلها. قال لك كمان هنا زي ما احنا قلنا الحاجات اللي يعني نفس الحاجات اللي فاتت، وهنا برضو نفسها، هنا زي ما قلنا viral upper respiratory infection، تمام؟ يعني اللي هي يعملي shedding للإبيثيليا. عندي sinusitis، sinusitis ديت بتعملي post nasal discharge، في بيروح داخل في ال airways في الهالي، فيعملي obstruction فيضيقها لي، فيعملي برونكيال ازمه، تمام؟ وبعد كده عندك قلنا الاكسرسايز قلناها، قلنا الاسترس، تمام؟ زي الاسبرين والاكسرسايز كل الحاجات دي قلناها برضو قبل كده، هي متكرره هنا برضو مفيش حاجة. هنا الاكيوبيشنال اكسبوجرز قلناها برضو، والفود ادكتفز اللي هي المواد الحافظة يعني، والجيرد. الجيرد ايه الفكرة في الجيرد؟ اول حاجة ان هو ان انا ممكن اخد اساسا ادوية زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، فممكن هي اساسا تزود لي البرونكو، تعمل لي برونكو سبازم، تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة الجيرد اساسا لما بيجي يطلع بيطلع ايه اللي هو السائق، يعني الحاجه اللي بيحصل لها ارتجاع يعني، فممكن تروح داخله في التراكيه وتدخل بقى في الاير فلو وتسدها لي، يعني شايفين الفكره؟ ف يعني فعلا البرونكيال ازمه من اصعب الحاجات، يعني انت متخيل اساسا انت قاعد تفكر طب ايه اللي بيحصل في، طب يعني ايه الحاجه اللي خليته ان هو يحصل له برونكيال ازمه، تقعد تفكر في الحاجات اللي لها علاقه بالريسبيراتور ومش عارف، لا ده تلاقي اساسا الموضوع له علاقه بالجيرد اساسا، يعني حاجه في الجهاز الهضمي، تمام؟ فيعني فعلا برونكيال الازمه من الحاجات اللي هي صعب انك يعني تشخصها، ولكن محتاج تبص بشكل عام على كل الامراض اللي عنده، كل الادويه اللي بياخدها، وكل الحاجات اللي بيتعرض لها، لازم تاخد منه هيستوري كويس جدا جدا جدا، يعني اهم حاجه في الدياجنوزس والهيستوري، تمام؟ طيب تعالى نتكلم بقى على إيه. انا دلوقتي اتكلمت عشان بس ما انتوش، انا عرفت ايه هي اساسا البرونكيال الازمه، وعرفت ان هي يعني نسبتها قد ايه والناس بتموت منها قد ايه، عرفت التايبس بتاعتها، عرفت التراجرز بتاعتها، وهنتكلم على الباثولوجي ايه بتاع الازمه، تمام؟ طيب قال لك ان هي عباره عن كرونيك انفلاميشن زي ما احنا قلنا، بتيجي في اللور ايرويز، تمام؟ وقال لك ان هي بتبقى في ميكوزال انفلتريشن، بتعمل لي بسبب الاكتيفيتد بتاع الايزينوفيلز، الايزينوفيلز لما بتيجي زي ما احنا قلنا ان هي بتعمل لي اكتيفيشن للميوكوس، قال لك كمان والتي ليمفوسايت كمان يعني بتعمل لي الميوكوس انفلتريشن، قال لك كمان تعمل لي ثيكنينج للبيزمنت ممبرين، كمان هتعمل لي زي ما احنا قلنا هايبرتروفي للمسلز، تعمل لي الجلوبولار سيلز ميتابليجيا، تعمل شيدنج للابيثيليا زي ما قلنا ان ممكن يبقى فيه فيروس، ممكن تعمل لي اكلوجن للاير ويف بسبب ميكوز البلاج مثلا، تمام؟ طيب بعد كده الباثوفيسيولوجي بقى، الباثوفيسيولوجي ده اللي احنا قلناه في الاول خالص، تمام؟ يعني انا لو جيت هنا بصيت هنا يعني الرسمه دي برضو هي نفس اللي احنا كنا حاطينها في اول سلايد خالص، لكن انا عندي الرجن حاجه انا خدتها، تمام؟ طيب الرجن ده بيتاخد ازاي؟ قالك دي حاجه بتعملها فاجوسايتوزس، تمام؟ وبتبدا انها يعني تظهرها، بتعملها برزنتيشن على السطح بتاعها، تمام؟ طيب بعد كده التي سيلز بتبدا انها تعمل ريكوجنايز عليه، يعني بتبدا انها تتعرف على الانتيجين دوت، وبتبدا انها يعني بتبقى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ال الانتيجين ده بتبدا ان هي في خليه تعمل له فاجوسايتوز، تبدا ان تعرضها على سطحها بالام اتش سي 2، فبتبدا الاتش سي التي اتش سيلز تبدا تتعرف عليها ويحصل لها ستيموليشن، وتبدا انها تتحول لتي اتش 2 سيلز، تمام؟ طيب بعد كده لما بيحصل لها ان هي تتحول لتي هيلبر 2، بتروح تحفز البي سيلز انها تتحول لبلازما سيلز، تمام؟ طيب بي سيل لما تتحول لبلازما سيلز تبدا تفرز لي الاي جي اي، الاي جي اي بيروح يحفز الماست سيلز، تمام؟ طيب المسل بتبدا تفرز لي ايه بقى؟ بتبدا تفرز لي ال الهيستامين، وتعمل لي انفلاميشن، تمام؟ طيب فده بقى بيحصل انفلاماتوري ريسبونس زي ما احنا قلنا بقى، تحصل بقى السيبتنس بقى اللي احنا شفناها اللي هو الشورتنس في البريس وكل الكلام ده، تمام؟ ده هنا الكلام اللي كان في السلايدز يعني هنقراه برده. هنا بيقول لك ان هي السيرجيكال والكلينيكال فيتشر بتاعت الازمه، بتحصل ان هو عندي انتر اكشن بسبب يعني يعني الانفلاماتوري سيلز، وانا عندي حاجه كان دخلت جوه في الاير ويز، وكمان بيبقى عندي انفلاماتوري ميديتور وسايتوكاينز. قال لك ان هي السيلز بتلعب دور مهم جدا في الانفلاماتوري سبورنز، من ممكن
هنحطها في كلمه ميت. اول حاجه الميت اللي هي الماست سيلز اللي هي بتفرز الهيستامين عند الايزينوفيل الايزينوفيلد، وعندي التاني حاجه اللي هي الابيثيليال سيلز، واخر حاجه اللي هي التي سيلز. تمام. طيب زي ما احنا الماست سيلز والايزينوفيلز والتي ليمفوسايت اللي هي يعني الليمفوسايت والابيثيليال سيلز. تمام. طيب قال لك النيتروفيلز والماكروفاجز يعني ليها دور ولكن يعني مش مهمه قوي يعني. بعد كده قال لك ان هي كل نوع من يعني الخلايا دي بتبدا انها تشارك بسيتوكاينز بقى ميديتورز، يعني تعمل الدور الانفلاماتوري بتاعها. تمام. طيب لغايه ما كلهم بقى يعملوا له الاعراض اللي زي ما احنا قلنا برونكو كونستراكشن، تعملي برونكو فاسكولار كونجيشن، تعملي اديما، تعملي زياده في الميوكس، تعملي يعني الميوكس سيلري ترانسبورت، يعني المفروض ان هو السيليا يعني بتطرد بسم الله الرحمن الرحيم تطرد لي الميوكس، لا هي بتبدا انها يعني تقف مكانها يعملي تراكم في الميوكس. تمام. طيب قال لك كمان ان هو ممكن يحصل بعض يعني حاجات تبقى كرونيك مثلا زي الايزينوفيل والنيتروفيل، ممكن تفرز لي انافيلاكتيك وليكوترين زي البي 4. الحاجات دي بتبدا انها تشد لي الايزينوفيلز والبلاتلس والبولي مورفو نيوكلير ديتوسايت، وتبدا انها تبقى في مكان رياكشن. تمام. طيب احنا قلنا دي الخلاصه يعني اهم حاجه في السيلز زي ما احنا قلنا اللي هم الميت اللي هي ماست سيلز والزينوفيلز والتي ليمفوسايت والابيثيليال سيلز. الميدييتورز فزي ما احنا قلنا هيستامين ليكوترينز البروستاجلاندين، هي الدكتور يعني قالت انتوا يعني اللي تعرفوه يعني مش لازم كل حاجه. والافكت زي ما احنا شفنا يعني هي تعمل لي برونكو كونستراكشن، هتعمل لي اللي هي البلازما اكسوديشن، هتعمل لي ميوكوس هايبر سيكريشن اي اتش ار اللي هي كانت الاير واي هايبر رياكتيفيتي. يعني الحقيقة ان المعلمة عليهم هي دكتورة قالتهم يعني تعرفوا الحاجات بسيطة يعني هي قالت مش مهمين قوي يعني. ده مفروض ان هو النورمال لانج، والازماتيك لانج دي يعني هي مفروض ان هي بيبقى فيها زيادة في الميوكوس، بيبقى فيها هايبرتروفي في الماسلز وهكذا يعني. تمام. طيب دلوقتي الدايجنوزس. تمام. انا ما عنديش حاجة معينة اقدر يعني اقول عليها او يعني جولد ستاندرد، يعني بمعنى ان ما فيش مثلا تحليل دم مثلا، ما فيش هيستوباثولوجيكال، ما فيش راديوجرافيك انا اقدر اعمله واقول ان الشخص دوت فعلا عنده برونكيال ازمه. تمام. ولكن الفكره ان انا بعمل بعض الحاجات ان انا يعني اعرف بيها البرونكيال ازمه. بالمناسبه يعني في حاجتين يعني في حاجه نسيت اقولها، انه الازمه اساسا يعني ممكن تيجي بسبب يعني لو في بيبي مولود سيزيرين وفي بيبي مولود ولادة طبيعية، البيبي اللي مولود سيزيرين بيبقى أكثر عرضة إنه يجيله برونكيال أزم. ولما جيت بحثت ليه أساسا يعني اللي هو البيبي اللي مولود دي ولادة يعني سيزيرين، لكن هو وقت ما بيبقى فيه الخروج البيبي من السيرفكس والفاجينا بيبدأ إن هو يكتسب حاجة اسمها الميكروبيوم من الأم، ودي بتبقى زي ميكروبات كده نافعة بتدي البيبي مناعة. تمام. على عكس سيزيرين بيبي سيزيرين مش بيعدي من المنطقه دي، فمش بيبدا ان يكتسب الحاجات دي، فبيبقى اكثر يعني الميكروبات النافعه ديت، فيبدا ان هو اكثر عرضه ان هو يجيله برونكيال ازمه. فعشان كده في حاجه اسمها الهايجين هايبوثيسيس، يعني فكره ان اللي هو النظافه الزياده او الحفاظ الزياده على يعني مش فاهمه عارفين ان هو الحفاظ الزياده والبيبي متعرضش مثلا لاطراب خالص ولا بيبدا يتعامل بره او كده، فحرفين من اقل حاجه لو في شويه هواء بس نسمه هواء ممكن تعمل برونكيال ازمه. فيعني فعلا من الحاجات اللي كانت الغريبه وانا كنت بشوف يعني برونكيال ازمه ان هي ممكن تسبب المرض ده. وبالمناسبه ازمه اساسا كلمه يعني مش انجلش خالص، هي مشتقه من اليونانيه بمعنى بانتنج، يعني بانتنج ان هو بيلهس، يعني ودي فعلا جايه من الاعراض ان هو بيبدا ان هو يلهس وبيبقى فيه يعني اضطراب في التنفس يعني. تمام. خلينا نرجع لموضوعنا بقى هو الدايجنوزس. فاول حاجه زي ما احنا قلتها ان هو ما عنديش حاجه جولد ستاندرد اقدر اعرف بيها ان هو فعلا عنده برونكيال ازمه. طيب انا هعمل ايه بقى؟ فقال لك اول حاجه ان انا اخد يعني كلينيكال هيستوري محترم. ازاي بقى؟ والله هو انت بتجي لك الاعراض دي امتى؟ طب هي جات لك فجاه؟ طب انت بتشتغل ايه؟ طب حد كان عنده برونكيال ازمه؟ هبدا يعني
قبل كده، حد عندك حساسية مثلا في العيلة، طب جات لك النوبة دي قبل، النوبات دي قبل كده مثلا، جنبك حد يعني مثلا انت بتشرب سجاير، هيقولك لا طب في حد في البيت بيشرب سجاير، أبدأ أسأل أسئلة كتير جدا بحيث ان انا يعني اخد هيستوري، لان فعلا تشخيص برونكي الازمة خلينا نقول 80% منه بيجي بسبب الهيستوري كويس. تمام. طيب ايه حاجة بقى انا قلت في الاول خالص، لما انا يبقى عندي امراض كتير ليها نفس الاعراض، فانا بيبقى عندي حاجات سبيسيفيك قوي ببدأ ادور عليها، لو هي موجودة يبقى ده المرض ده اللي هو عند البيشنت ده. تمام. طب انا قلت في تعريف خالص ان انا اهم حاجة عندي، اهم حاجة عندي خالص في الازمة هي الريفرسابل والفاريشن. تمام. فانا لازم اشوف هل الشخص دوت عنده يعني المرض اللي عنده ده ريفرسابل، وهل بيبقى فيه فاريشن في الاير ويز ولا لا. تمام. طيب تعالوا بقى اول حاجه الهيستوري. تمام. طيب انا عندي هعمل حاجات سبجكت كريتيريا واوبجكت كريتيريا. سبجكت كريتيريا دي الحاجات اللي المريض بيقولها لي يعني. تمام. والاوبجكت دي الحاجات اللي انا بعملها بقى تحاليل ودايجنوزس وكده. طيب اول حاجه لاجي ان زي ما احنا قلنا شفنا في اول صوره خالص الويزز بتاعته، الشورتنس في البريس، عنده تايتنس، عنده كف، حاجات مش سبيسيفيك، ولكن يعني اكيد طبعا مش يعني مش هيجي لي وممكن افكر في برونك الازمه غير بالحاجات دي اساسا يعني. تمام. تاني حاجه بقى يعني قال لك بيبقى في عندي بعض الانفورميشن اللي بفكر فيها زي ما احنا قلنا، ان هو بشوف لو في فاميلي هيستوري مثلا عندها ازمه مثلا، او في عنده اتوبيك كونديشن. اتوبيك كونديشن زي ما احنا قلنا ان انا عندي نوع من انواع الازمه اسمها اتوبيك ازمه، بتبقى مع الاي جي اي زي الاكزيما، زي الالرجيك رينتايتس او الكونجكتايفيتس ما علينا يعني، الحاجات اللي هي يعني لها علاقه بالعين. لما بتيجي للانسان بيبدا الميوجلوبين اي بيتم افرازه كتير، وطبعا زي ما احنا عارفين بيروح على اللنج، فاي حاجه تدخل في اللنج فيبدا يعني هو قبل ما اي حاجه تدخل اللنج اساسا هو موجود في اللنج، فخلاص بيحفز الماست سيلز، فالماست سيلز هي فرز هيستامين اساسا اوريدي يعني، حتى لو مفيش حاجه دخلت للنج ممكن ان هي بتعملي برونكيال ازمه اساسا. قال لك كمان الاعراض دي يعني بتزداد و يعني تزداد سوءا يعني لما يتعرض لبعض التريجرز زي البولنس مثلا هي حبوب اللقاح، او الداست مثلا، او الفري انيمالز، او الاكسرسايز، او مثلا تعرض لفيرال انفكشن، كيميكالز، دراجز، كل الحاجات دي لو هو لما كان مثلا متعرض للحاجات دي بيحصل لي ازمه فتمام يعني، او ممكن يعني حاجات استخدمها في الدياجنوز. قال لك كمان ممكن اساله يعني نفس الكلام اللي ورا الانيمال باندر اللي هي راي اسمها ايه الرابو اسمه ايه لا استني واحده وبر وبر الحيوانات داندر. تمام. طيب والدست مايتس والبولن والفانجاي والكوكريتشس اللي هي المفرونية صراصير تقريبا، كل الكلام ده احنا قلنا قبل كده يعني الكلام مش مهم خالص. استني عشان مضايق ده نفس الكلام برضو. بقى انا كده خلصت السبجكت. تمام. سبجكت بعد كده عندي الاوبجكتيف بقى، فهي عباره عن قياسات بستخدمها عشان اشوف الاير فلو ليميتيشن. تمام. خصوصا في الاكسبيريشن. تمام. فقال لك ان انا بشوف الليميتيشن بتاع الاير فلو وبقيس يعني اهم حاجه عندي ناقص فيه ريفرسيبيليتي والفاريابيليتي. تمام. طيب يعني هي اكتر حاجه هتديني كلير دايجنوز للازمه. قال لك كمان لانج فانكشن تيست ممكن ان انا استخدمها برضو لو انا في حد شاكك فيه ان هو عنده ازمه يعني. طيب دلوقتي انا عندي يعني زي حاجات يعني قياسات كتير ممكن انا اقيس بيها الاير فلو ليميتيشن، ولكن انا عندي يعني اكتر حاجتين منتشرين يعني للمرضى فوق ال5 سنين. تمام. طيب اول واحد فيهم اللي هو البي اي اف، والتاني الفورسد اكسبيراتوري فوليوم. اول حاجه اللي هو البي اي اف هو بيقيس البيك اكسبيريشن فلو. تمام. طيب يعني وده يعني ريليتد اكتر للفاريابيليتي، ببدا اقيس بيه الفاريابيليتي والفورس اكسبيراتوري فوليوم ده بقيس بيه الريفرسيبل. تمام. طيب ايه البي اي اف ده لك هو اكبر او هو الجريتست فلو بينتند اون فورس اكسبيريشن. تمام. طيب بعد يعني بعد ما خدت انسبيريشن محترم مليت بالكباسيتي بتاعه اللنج كلها ببدا اقيسه بالبيك فلو ميتر. تمام. طيب وهو طبعا زي ما احنا قلنا ان هو بيقيس الفاريابيلتي. طب ازاي بيقيس الفاريابيلتي؟ هو ايه الفاريابيلتي اساسا؟ هو احنا قلنا ان هو مثلا ممكن يبقى ده كده الاير فلو يعني مثلا قصدي الاير واي كده ممكن يبقى كده هنا مفيش باينه كده يعني في تغير في الوايد بتاعه، ف
فانا اول حاجه ان انا ازاي هبدا ان انا اعرف، قال لك والله وانت بعد ما خدت نفس ومليت الكباسه بتاعت اللانج كلها لما تيجي تطلعه بقى، فلو طلعته كتير تمام فانت تمام كده عندك الوايت بتاعه محترم. طيب طلعته لا قليل فهو مش عارف يطلع، يبقى الاير ويز بتاعتك قليله تمام، يعني دي الفكره. فانا دلوقتي بجيب الجهاز ببدا ان هو على مرات مختلفه، ببدا ان انا اخد نفس عميق وببدا ان انا اخرجه في الجهاز دوت، وببدا اشوف هيطلع لي كام في الجهاز. ببدا واسجل كذا ايه كذا يعني قياس تمام. اول اعلى قياس مثلا ممكن يعمل لي اللي هو 400 لتر على المينت تمام. طيب هي دي لتر ولا ايه علينا. واقل واحد مثلا طلع لي 300 تمام. طيب ببدا اعمل ايه بقى، ببدا اشوف الفرق ما بينهم، يعني هو ده زاد قد ايه اساسا. فقال لك بتعمل الامبليتيود، فقال لك ان هو هيطلع 100 تمام. طيب بعد كده اجيب البرسنتج بتاعت البي اي اف فاريابيلتي، بجيب اللي هو الامبليتيود اللي هو الفرق ما بينهم واقسمه على اعلى نسبه وصل لها تمام، واضرب في 100 عشان اجيب النسبه، فطلعت 25%. طيب الجهاز اساسا ده شكله، ده المفروض ان هو ده كده ده كده البي اي اف تمام. المفروض ان هو يعني بيتحدد على الرقم وببدا ان انا احدده، ولكن اساسا يعني ما عادش موجود اصلا، او ما اعرفش ما عادش موجود ولا ايه، بس وانا ببحث لقيت ان هو في جهاز رقمي احدث، لان هو ديجيتال بيك فلو ميتر ده بيبقى شكله تمام زي ما يعني هو البيشنت بيبدا ينفخ فيه ويبدا ان هو يجيب له قياس. وكمان شايفين انتوا اللون الاخضر، بيبقى فيه لون اخضر وفي لون اصفر وفي لون احمر. اللون الاخضر بيبقى فكره ان هو بيبقى 80% تمام، يعني يعني هو بيطلع الاكسبرشن 80% فانت تمام كده زي الفل تمام. طيب لو طلع له لون اصفر تمام فهو كده بيطلع من 80 ل 50% تمام، فانت كده تقلق ومفروض انك تتابع الازمه بتاعتك. لو اقل من 50% فهو بيديني لون احمر وانا كده محتاج ان انا اشوف دكتور ضروري يعني. فيعني دي حاجه ديجيتال اكتر يعني او حديثه اكتر. تاني بقى حاجه عندي اللي هي الاف اي في اللي هي الفورست اكسبيراتوري فوليوم، هي نفس الفكره ولكن انا يعني احنا بنستخدمها اكتر في ال يعني اللي في المستشفيات مثلا او العيادات، لان انا مش هيفضل معايا طول اليوم فهقعد اقيس له كذا قياس. الفكره بقى ان انا باخد له يعني بخليه ياخد نفس، ببدا برده يعني يطلع النفس بتاعه كده، وبيبدا الجهاز يقيس لي الاكسبيراتوري فوليوم اللي طلعه في اول ثانيه والاكسبيراتوري فوليوم اللي طلعه كله تمام. طب ايه الفكره دلوقتي، انا لو باجي اتنفس انا شخص طبيعي تمام، فبطلع نفس فهتلاقي اكبر كميه هواء بتخرج في الاكسبيريشن هي في الاول، يعني مثلا بيبدأ يقل تمام كده. فلما يعني في اول ثانيه بتبقى اكبر كميه تمام. طيب فانا مثلا لما اجي اقسم يعني انا لنفترض مثلا ايا كان رقم، مثلا انا طلعت كل الاكسبيريشن كان 8 تمام، وفي اول حبه طلعت 5، فلما تبقى 5 على 8 فتمام هتبقى نسبه كبيره. طب انا مثلا لا انا مريض فالاير ويز بتاعتي ضيقه فهطلع كميه قليله، فانا مثلا لما اجي اتنفس اخد نفس بيبدا ان هو نفس بيطول تمام عشان يقدر يطلع الهواء كله، والكميه في اول سنه بتبقى قليله تمام. فممكن اطلع مثلا واحد بس، واحد على الثمانيه تمام، فاكيد دي نسبتها قليله، فدي هي الفكره تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لك الاوبجكتيف ميجرمنت بستخدمها ان انا ابدا ان انا يعني اعمل دايجنوز للازمه تمام. طيب قال لك بقى اللي هو يعني انا زي ما احنا قلنا شفنا في البي اي اف لو هو اكتر من 20% الفاريشن تمام، لو اكتر من 20% الفاريشن و يعني الموضوع دوت بيتكرر على يعني لمده 3 ايام او اكتر في الاسبوع، او يعني انا دلوقتي مثلا انا لمده مثلا 3 ايام في الاسبوع انا عندي فاريشن اكبر اكتر من 20% زي 25% اللي احنا شفناها مثلا، والموضوع دوت لمده اسبوعين تمام، فانا خلاص انا كده ممكن ان انا اتشخص بازمه تمام. طيب ده كده اللي بالنسبه للبي اي في بي اي اف تمام. طيب استغفر الله العظيم، ما تبسطني يا شباب على الموضوع. اخر حاجه كنا بنقولها ان هو لو البي اي اف اكتر من 20% اللي هو الفاريشن يعني ولمده 3 ايام او اكتر خلال الاسبوع تمام، يعني في الاسبوعين مثلا ممكن 6 ايام او اكتر تمام. تمام. فده ممكن يعني اشخصه ان هو ايه يعني يساعدني في تشخيص الازمه. طيب ده كده بالنسبه للبي اي اف. بالنسبه للفي اي في 1 تمام،
لو كان اكتر من 15% او بيساوي 15% او 200 ملي، يعني كمية الاكسبيريشن اللي طلعت اول سنة يعني. تمام، بنيجي نقسمها على كل الاكسبيريشن اللي طلع خلالها كلها، اللي هي كانت اسمها ايه، الفي في سي، اللي هي كانت الفورسد فايتال كاباسيتي، كان اللي طلعت 15%. هي الدكتورة قالت اساسا هي المفروض اللي هو رقم اللي يعني احدث رقم، يعني هو المفروض 12%. تمام، بس هي موجودة فتحت 15%، وقالت ان هو يعني 15% 200 ملي. طيب قال لك بقى الرقم دوت لو بيزيد، تمام، بعد ما استخدم شورت اكتنج بي 2 اجونست زي السالبوتامول اللي هو 400 مايكرو جرام، يعني بيبقى ان انهيلر، يعني بدي يعني بالاستنشاق يعني، او بيستخدم يعني بيستخدم ايه دي نيبيولايزر اللي هي يعني زي بتاعه الاستنشاق ديت. فمفروض ان هو انا لما بديله حاجه بتعالج البرونكيال ازمه فهو مفروض يتعالج، تمام، لان البيتا اجونست دوت بيعمل لي برونكو دايليشن. تمام، فانا لما بعمل برونكو دايليشن فكده يعني السبازم والاير ويز هتبدا انها توسع يعني. تمام، طيب او مثلا برضو اللي هو الاف اي في المفروض ان هو يعني 15 او 12% زي ما الدكتور قالت، او 200 مللي بيزاد بعد ما اديله تريال ستيرويد تابلتس. تمام، طبعا الستيرويد من الحاجات اللي بتحسن البرونكيال ازمه، بديله زي البريدنزولون 30 مللي جرام لمده 14 يوم. تمام، طيب او بيقل، تمام، بعد ما العب رياضه لمده 6 دقائق جري مثلا، يعني يعني مثلا اجي اقيس له الفي اي في بتاعه وبعد كده اخليه يجري 6 دقائق. تمام، اجي اقيسه تاني لقيته قل عن ال 15%، فتمام يبقى عنده برونكيال ازمه. ودي اسرعهم يعني، انا دلوقتي انا هقيس له وخليه يروح يجري 6 دقائق وبعد كده هعرف. اما دي مده محتاجه 14 يوم، دي برضو في دواء، فمحتاج ان انا يعني اشوف العلاج هيظهر بعد قد ايه يعني، او تاثير العلاج. هنا برضو محتاجه على الاقل اسبوع او اسبوعين، فيعني اسرعهم اللي هو ان انا اشوف يعني اخليه يعمل اكسرسايز. تمام، طيب يعني انا امتى اشخص حد عنده برونكيال ازمه؟ 20% اكتر من 20% في الفاريشن اللي بتاعت البي اي في، و15% او 200 مللي، او 12% زي ما الدكتور قال في الاف اي في. تمام، طيب ده كده انا خلصت اللي هو ايه الاوبجكتيف. عندي حاجات تانية برضو اقدر ان انا اعمل لها يعني، اقدر ان انا استدل بيها في ان انا اعمل دايجنوزس للبرونكيال ازمه، ان هو مثلا الشخص عنده أزمة ولكن يعني النورمال، يعني عنده الأعراض بتاعت الأزمة ولكن النورمال اللانج فانكشن شغالة يعني، أو اللانج فانكشن بتاعته مفيهاش أدنى مشكلة. فاحنا بنبدأ نقيس الريسبونسيفنسز بتاعت الاير ويز بتاعته. تمام، طيب عن طريق حاجات يعني بالأدوية أو من غير ايه أدوية. تمام، طيب هنبدأ بالأدوية، بديله حاجات يعني ضد الانفلاميشن. تمام، يعني مثلا اديله، لا سوري، هديله حاجات تعمل انفلاميشن. تمام، واشوف بقى الاثر بتاعها زي الميتاكولين الميتاكولين والهيستامين. تمام، طيب بديها له يعني بجرعه معينه وكونسنتريشن معين. فمثلا امتى اقول ان هي بوزيتيف بقى؟ فانا مثلا انا قست الاف اي في بتاعه 20 يعني مثلا يعني. تمام، فهو لما الاقيه بيزيد عن بيقل قصدي عن ال 20، معذرتني يا شباب بنقول الحته دي تاني. دلوقتي انا مثلا انا حاسس ان هو عنده برونكيال ازمه ولكن اللانج فانكشن بتاعته كويسه، فببدا اعمل له حاجات يعني زي حاجات بالادويه وحاجات من غير ادويه. تمام، طيب بديله ايه؟ بديله ميتاكولين، بديله هيستامين يا ده يا ده، بجرعه معينه. تمام، طيب ايه الفكره او امتى اقول ان هو بوزيتيف؟ قال لك لو هو يعني انا دلوقتي انا قبل ما اديله الدواء دوت بقيس الاف اي في بتاعه. تمام، طيب يعني باجي بقيب الاكسبيريشن بيطلعه في ثانيه واحده وبيقسمه على الاكسبيريشن بتاع الكاباسيتي بتاعه اللنج كلها. تمام، طيب قال لك لو هو قل عن يعني قل بمقدار 20% او اكتر من 20% من البيز لاين، تمام، فهو كده بوزيتيف. تمام، طيب يعني مثلا كان بنسبه مثلا عنده 50%. تمام، طيب فهو قل مثلا بقى 30% مثلا، فهو يبقى كده بوزيتيف. تمام، طيب قال لك بديله جرعه قد ايه؟ هي المفروض الدكتور قالت ان هم متلخبطين، يعني 16 دي بتاعه الميتاكولين وال 3.2 بتاعه الهيستامين، الهيستامين نسبته قليله. تمام، طيب وقال لك
دوت بنديله في الاشخاص، يعني الدوسز دي بنديها في الاشخاص اللي هم خدوا دواء بتاع ستيرويد، تمام، انهيلد ستيرويد اصلا. طيب بالنسبه بقى لو حد ما خدش اي ميديكيشن، فبنديله 4 ملي جرام من الميتاكولين او اقل يعني او 8 مللي جرام في الهستامين، تمام. الرقم القليل بنديه في الهستامين، والرقم الكبير بيبقى ايه، ميتاكولين، تمام. طيب لكن المفروض الادويه دي بتروح تشتغل دايركت على الماسلز ريسبتور، المفروض انها تعملها سبازم، المفروض انها الهستامين يبدا يشتغل وكده. فلو لقيت اثره ولقيت اللي هو الاف اي في 1 قل بنسبه 20% او اكتر، فيبقى ده ايه، بوزيتيف، تمام. ده انا اتكلمت على الـ يعني الـ التجربة الدوائية يعني، او الميجرمنت الدوائي. انا دلوقتي هتكلم على الغير دوائي، تمام. طيب انا هخليه يا اما يعمل اكسرسايز زي ما احنا قلنا، زي ما قلنا هنا ان هو بيعمل اكسرسايز تشالنج تيست. الفكرة ان هو بيعمل زي تحدي البرونكيال، ممكن ان انا اقدر اقيسه واكرره، ويبقى مشابه نوعا ما للحياة اليومية. يعني مثلا لو لقيت مشكلة، مثلا قابلت مشكلة مثلا في التنفس او كده تعرضت ليها، وجالي برونكيال ازمه، تمام. فهو بيحاكي الموقف ده يعني او التحدي ده، بحيث انه هيشوف هيجيلك برونكيال ازمه او لا. بعض التست دي زي الاكوبانيك فولنتري هايبر بنيا تشالنج، لا اله الا الله، اللي هو انا بحاول ان انا اجبر نفسي او بجيب اجبر المريض يعني ان هو يستنشق هواء جاف بيبقى حوالي 5% منه كربون، 21% بيبقى اكسجين، وبيبقى فيه نيتروجين، بيبقى هوا صعب يعني. فبيشوف لما البرونكيال اللي تتحرك، لا لا، لما شاكر في النفس او كده هل يجي لها ازمه ولا ايه. بيبقى ده شكل الجهاز، مفروض انه هيبدأ يتنفس يعني، بيدخل الهواء اللي انا يعني المفروض ان هي مواصفاته بيبقى فيها معرفش قد ايه كربون وكده، وبنبدأ بقى نشوف هيجيله ازمة او لا يعني. وتاني تيست اللي هو اوزموتيك تشالنج تيست، هو انا ببحث عنه يعني، فهو بقولك ان هو بختبر الهايبر سنسيفتي بتاعت البرونكيال، تمام. بس انا يعني ما لقيتش معلومات عنه يعني صراحة. ده كده اتكلمت على الحاجات اللي هي الدوائية والغير دوائية، تمام. طيب بعد كده هبدأ اشوف الالرجيك ستيت، فقالك وجود يعني بعض الحاجات وجود حساسية تجاه بعض المواد مثلا في السكن، فممكن برضو يجي لي برونكيال ازمه بسببها. فبعمل سكن تيستنج كمان، وممكن اقيس الاي جي اي اللي هو سبيسيفيك اي جي اي في الدم يعني، تمام. طيب فايه الفكره بقى، ان انا ببدا ان انا اجيب بعض الحاجات اللي ممكن يعني اتحسس منها، وابدا احقنها، تمام، تحت الجلد، واشوف الجسم هل يدي يعني، استغفر الله، هيدي رد فعل كان مناعي اتجاهها ولا لا، تمام. طيب المفروض ان هو سكين تيست ليه بعض المميزات، ان هو سيمبل، وان هو رابيد، ان هو لو كوست كمان، وهاي سنسيفيتي كمان، ان هو يعني ممكن استخدمه كبرايم دايجنوستيك في ان انا احدد التوبيك ستيتس اللي هي كانت تبقى فيها الاي جي، اللي هي زي الاكزيما والكونجكتيف تيس والحاجات دي، تمام. هو تقريبا في مشكله عندي في الباوربوينت يعني، فاتمنى ان تتحل. طيب دلوقتي انا اتكلمت على السكن تيست وايه المميزات بتاعته، دلوقتي هتكلم على بعض الدياجنوستيك تولز وممكن تبقى مهمه، لكن هي مش الاساس ان انا اعمل دياجنوستس للازمه، تمام. اول حاجه تشيست اكس راي هي يعني غالبا بتكنسل اكتر، ان هو مثلا لا ده مش سي او بي دي، ده مش انفيزيما، ده ما اعرفش ايه، فهي يعني بتلغي لي امراض، فيعني ابدا احصر الامراض اللي انا هبدا اتكلم فيها. بعد كده بعمل نون انفيزيف ميكر للاير واي، يعني انفيرميشن سبيوتم للايزينوفيل والاكسهيل داينيتريك اوكسايد. الفكره ان انا باخد مسحه من السبيوتم وابدا اشوف فيها الايزينوفيلز والنيتريك اوكسايد وكل الحاجات دي، تمام. طيب قال لك ايه الفايده بقى، ان انا اعمل اللي هو الفينو فراكشنال اكسهيل داينيتريك اوكسايد، تقريبا هو ده الفايده بتاعته بقى. فقال لك اول حاجه ان هو بيبقى سهل جدا ان انا اقرره، تاني حاجه ان انا ممكن استخدمه للاطفال، احنا قلنا اللي هو كان الاف اي في والحاجات دي والبي اي وكل الحاجات دي، وقلنا انها من فوق ال5 سنين، تمام. قال لك كمان لو في شخص عنده مشكله مثلا ان هو يستخدم مثلا السبايرومتري والحاجات دي، فهو بيستخدم الفينو، تمام. ده بيبقى شكله كده، بيبدا ان هو يعني بيدي لاي حد، فهو بيبدا يتنفس فيه بس كده، تمام. فالموضوع بيبقى سهل خالص. طيب انا ليه اساسا يعني بستدل على نيتريك اوكسيد؟ صراحه انا دورت كتير، ولكن يعني اللي وصلت له ان هو نيتريك اوكسيد هو طبيعي اساسا، هو موجود اصلا في اللنج، يعني هو من الحاجات اللي هي فيسيولوجي موجوده طبيعي، ولكن لما بيزيد قوي
فهو بيبقى موجود لما يبقى فيه عندي حالة انفلاميشن شديدة او اي التهاب او كده، فبيبقى موجود. فهو لما بيزيد كتير، بيزيد قوي قصدي، فبس ده لان فيه انفلاميشن، تمام؟ يعني ده اللي انا فهمته يعني. طيب الكوميونيكيشن مهمة جدا على فكرة، من حاجات الدكتور اكدت عليها. ريب فراكشر. طيب ازاي ممكن يبقى عندي ريب فراكشر؟ فكرة ان انا مثلا مش قادر ان انا اتنفس، فببدأ ان انا ابذل مجهود كبير، فممكن اضغط على نقطة ضعف في ريب معين واكسره. النيوثوركس برضو، وعندي الاتلاكتاسيس، وهي اساسا الاتلاكتاسيس من الحاجات اللي هي اساسا يعني من السانز المهمه بتاعتها جدا، ان هو عندي ضيق في الاير ويز، تمام. طيب وعندي نمونيا طبعا، وعندي الاستيتس اسماستكس. هي المهم ان هي لا يعني ديت حاله متاخره من الازمه، يعني زي اللي هي زي ما احنا قلنا، زي اللي كانت اللي هي الكرونيك بريزنتنت ازمه، فدي برضو من يعني هي نفس الحاجه تقريبا. اخر حاجه بقى عندي اللي هي التريتمنت اوبجكتيف، تمام. فانا احاول ان هو يعني الموضوع ما يبقاش ما فيش كرونيك سيمتومز، وما يبقاش فيه ازمه اتاك، ما يبقاش فيه حاجات ايمرجنسي خالص يعني. واحاول ان هو يعني اخليه يقلل يعني اللي هو يعني ما يبقاش عنده حاله خطيره، فمش هبدأ مش هضطر ان انا اعمل يعني ادخل دخول سريع يعني، تمام. واخلي ان هو اخلي حالته تقريبا طبيعيه، واخليه يعمل برضو يعني في سواء اي فيزيكال اكتيفيتي، حتى الاكسرسايز يبقى طبيعي، مفيش عندنا مشكله معاه. كمان يعني احاول ان انا اخلي اللونج فانكشن بتاعته قريبه للنورمال على قد الامكان، ويعني اخليه يعني ما يحتاجش للادويه على قد ما يقدر، يعني احاول ان انا يعني اسيطر على حاله الازمه، تمام. طيب انا عندي ليفلز للازمه، يعني زي ما احنا قلنا في انواع، عندي ليفلز، تمام. طيب انا عندي اول حاجه اللي هي الكنترولد، ودي يعني اهونهم. اول حاجه ان انا السيمتومز ممكن تظهر مرتين او اقل في الاسبوع، تمام، او ممكن ما تظهرش اصلا خالص. قال لك ان هي يعني فكره ان هو بيأيد الانشطه بتاعتي او لا، فقال لك لا ما بقيتش الانشطه بتاعتي. طب بالنسبه بالليل هل بيظهر اعراض؟ قال لك ما بيظهرش بالليل اعراض. طب هل انا بحتاج للريليفر او الريسك اللي هي المفروض ان هي الحاجه اللي بستنشق فيها ديت؟ فقال لك ممكن ما احتاجهاش خالص، او احتاجها مرتين او اقل في الاسبوع. طب بالنسبه للنون فانكشن، لما اجي اقيس البي اي اف او الفي اي في 1 فلاقيها نورمال. طب بالنسبه للاكسسربيشن تقريبا، فقال لك ان هي مبقاش فيه. طب ايه الاكسربيشن؟ هي حاله سيفير قوي من الازمه، تمام، متظهرش. طب بالنسبه للبارشلي كنترول، فقال لك ممكن تظهر يعني في اي اسبوع، يعني ان هي ممكن تظهر مره ولا حاجه في الاسبوع يعني. لا سوري، ما بتظهرش مره ولا حاجه في الاسبوع، بتظهر اكتر من مرتين اصلا يعني، ولكن ما عليه. فقال لك سيبتها بتظهر اكتر من مرتين في الاسبوع، في يعني ممكن ياثر في الاكتيفيشن ممكن، ولكن حاجه بسيطه. طب بالنسبه لبالليل ممكن تظهر يعني اعراض بسيطه بالليل. قال لك كمان هل بحتاج لجهاز الاستنشاق دوت او البخاخ؟ فقال لك ممكن احتاجه اكتر من مرتين في الاسبوع. بالنسبه لللانج فانكشن، فانا بيبقى يعني بسم الله الرحيم اقل من 80. وطبعا انا لما اجي يعني ده اقل من 80% من المتوقع من اللي هو البيرسونال بيست بتاعه، يعني هو مثلا لو نسبتك يعني مثلا 100% فهو بيبقى حوالي 80% يعني او اقل. بالنسبه للاكسسربيشن، فهو ممكن يبقى مره بقى في السنه، يعني متخيلين ان مره واحده بس في السنه. ان كنترولد، فده كل حاجه باظه فيه، يعني هو ثلاثه او مور بقى فيتشر، يعني ممكن يعني يجيله يعني ليميتيشن اكتيفيتي، بيأثر طبعا. والسيمتومز ممكن تظهر اكتر من 3 مرات، وممكن تظهر الاسبوع كله. بحتاج البخاخة، ممكن يبقى ماشي بالبخاخة معاه على طول اساسا. طيب بالنسبة للاكسسبيريشن، اللي هي الحالة السيفير، ممكن تيجي كل اسبوع، يعني انتوا شايفين المفارقة ان يعني هي ما بتجيش خالص، بتيجي مرة في السنة لانها بتيجي كل اسبوع، تمام. بعد كده عندي الفارماكولوجيكال ثيرابي، فانا بدي برونكو دايليترز، وبدي انتي انفلاماتوري دراجز، تمام. طيب ريليفرز مهمة جدا، والدكتور قالت ممكن تيجي اي سي. اول حاجه ان انا بدي انهيلت شورت فاست اكتنج بيتا 2 اجونست، تمام، عشان تعملي برونكودايليتور. وبدي انتي كولينرجيك، وبدي سيستميك جلوكوكورتيكويد. طبعا انتي كولينرجيك الجلوكوكورتيكويد ده يعني عشان تقلل طبعا تبقى ان انتي انفلاماتوري، تمام. طيب بالنسبه للكنترولز بقى، يعني هي مش مهمه يعني، تمام، كل حاجات تقريبا انتي انفلاماتوري، تمام. عندي برضو كورتيكوستيرويد، عندي لونج اكتنج بيتا 2، تمام. اما في الريليفز اللي هي يعني بحتاجها في الحالات الضروريه، طبعا انا محتاجه حاجه شورت اكتنج، تمام. طيب عندي ايه تاني؟ بسم الله، انا هتكلم عن ده الاول قبل ما ارجع ورا تاني. دلوقتي انا لما بيبقى عندي بعض الدراجز، تمام. طيب انا عندي حاجات بيتا اجنوس بتبقى شورت اكتنج ولونج اكتنج، تمام. شورت اكتنج بنسميها سابا مثلا، بيبقى عندي زي السالبوتامول والتريبتولين، تمام. طيب
وعندي لونج اكتن هي اللابا. هي دكتور اسامه ما قريتش الداتا دي، ولكن هي قصدي السلايد دي، ولكن هي قريت سلايد تانية فيها الصبا واللبا واللاما والساما والحاجات دي، فعشان نفهم احنا بنقول ايه اساسا يعني. تمام. وعندي الانتي ماسكارين كان عندي منها برضو شورت اكتنج، وعندي منها لونج اكتنج. تمام. طيب هل المين سايد افكت او الهاو جيف ان الحاجات دي دكتور اسامه ما قريتهاش، فانا فهمت اللي هي الصبا دي اللي هي البيتا اجونست شورت شورت اكتنج، واللابا اللي هي اللونج اكتنج، والسما اللي هي بتاعه الماسكارينك، واللاما بتاعه الماسكارينك برضو. تمام. طيب فين السلايد؟ اهي دلوقتي انا ببقى عندي تو واي، يعني طريقين ان انا امشي فيهم للعلاج. اول حاجه لو انا يعني هعمل كنترول او هعمل ريليفر، ببدا ان انا استخدم الاي سي اس اللي هي انهيرد كورتيكوستيرويد. تمام. زي الفورميتورول. تمام. طيب المفروض ان الاعراض تبدا انها تقل، يعني اول يعني بستخدمها في الاعراض ان هي المفروض من 4 لـ5 ايام في الاسبوع. تمام. طيب لو الاعراض طول الاسبوع مثلا، ببدا ان انا استخدم يعني لو دوز من المينتينس الاي سي اس، و مع استخدام السبل اللي هي اللي كانت اللي هي الشورت شورت كانت ايه اللي هي الشورت بتاعت البيتا. تمام. طيب ولو انا عندي الهيستوب فور، تمام، اللي هو انا عندي الاعراض دايما، فانا بستخدم ميديم نيوز ميديم دوز من الاي سي اس. اما بقى لو هي ستيب 5، فقالك ان انا بضيف اللاما بقى اللي هي اللونج. تمام. طيب بالنسبه ل بيقول لك هنا في ال في ال يعني اللاين التاني، قال لك ان انا باخد في الستيب 1 باخد الاي سي اس وقت ما باخد السبع. تمام. قال لك سيمتومز بتبقى اقل من مرتين في الشهر. بعد كده عندي ستيب 2 بتبقى يعني لو دوز. تمام. و باخد يعني مينتينس من الاي سي اس، و سيمتومز بتبقى مرتين في الشهر او اكتر، لكن اقل من 4 لـ5 في الاسبوع. تمام. طب بالنسبة للستيب 3، فباخد لو دوز من الاي سي اس واللابا. تمام. اللي هي لونج من البيتا. تمام. طيب قالك ان هي بتبقى يعني سيمتومز بتبقى موست داي، كمان بيبقى معايا ازمه مره في الاسبوع او اكتر. تمام. بالنسبه للستيب 4، فانا باخد ميديم او هاي دوز من الاي سي اس واللابا، وقالك تبادلي سيمتومز. تمام. طيب بالنسبه لستيب 5، فانا بضيف اللاما ليهم كمان. تمام. طيب هل الاستراتيجيه دي مهمه؟ ابدا ابدا، يعني على كلام الدكتور يعني فقالت انها مش مهمه تماما يعني. بعد كده عندنا اللي بعدها، فهو بيقول لك ان هو في انا عندي مفروض عندي كنترول. تمام. طيب انا المفروض لما بدي دواء معين، المفروض ان انا ببدا يعني اراقبه لمده 3 شهور او اكتر. لو حسيت ان هو تمام مفيش مشكله، ابدا ان انا اقلل الدوز. تمام. طيب ولازم ان انا اختار وقت معين، يعني ان انا اقلل فيه الدوز، مش يبقى انا عنده مثلا respiratory infection، بحيث ان انا لما اجي اقلل الدواء فهو يعني يتعب اكتر. لو هو مثلا هيسافر، لان زي ما احنا قلنا ان هو تغيرات الجو بتأثر عليه، كمان لو بريجننت. قالك ان هو مثلا اركز على 3 حاجات لما اجي ان انا يعني اظبط اشوف الازمه ستيتس بتاعته، ان هو مثلا اشوف الفانكشن بتاعه اللنج احنا والريسك فاكتورز احنا هنا، والسيبتوم كنترول وكل الكلام ده. وطبعا لازم اكتب بلان للازمه، وابدا ان انا اشوف البي اف بتاعه وكل الكلام ده، يعني اعمله كله اب. قال لك كمان ان انا لما اجي اقلل الاي سي اس، ببدا ان انا اقللها بنسبه 25-50% في الـ3 شهور. تمام. طيب لو هو طبعا يعني مناسب وامن للمريض يعني. هنا بقول لك ايه، في حاجه هو الدكتور قالتها يعني، ومش يعني هي مكتوبه، ولكن يعني مش مكتوبه زي ما هي قالتها يعني. قالت انا لو حد عندي يعني دخل ديستريبيوشن يعني او كده، فبديله بيتا اجونست. تمام. جلسات بيتا اجونست. تمام. طيب اللي هي الشورت، طيب اللي هي كان زي ايه، كانت زي السلبوتامول والتريبتامول تقريبا. تمام. طيب ما تحسنش، ببدا اديله فنتولين وفاركولين واتروبين. طيب لو ما تحسنش خالص، ببدا اديله احطه على الاكسجين واديله سيستميك ستيرويد. تمام. يحط على الاكسجين واديله سيستميك ستيرويد. هي قالت الكلام ده يعني، هو مش مكتوب في حته، بس مع ان هي قالته يعني. فيعني انا بقى اول حاجه بديله اللي هو السابا اللي هي الشورت بيتا اجنس اللي هي سالبوتامول، وبديله فنتولين وفاركولين. ما تحسنش بديله سيستميك ستيرويد وبحطه على الاكسجين. هنا برضو هنا الكلام بيقول لك هنا يعني والله هو نفس الكلام الدكتور قالته، ما علينا. هو رابد اكتنج الانهيلد بيتا اجنس. تمام.
وبديله سيستميك كورتيكويد، ولكن دي بعد ما اديله الفنتولين والاتروبين والحاجات دي، وبعد كده بديله اكسجين سبلمنتيشن لان هو ممكن الاكسجين مش وصل لجسمه كويس. تمام. طيب لو الحاجات دي كلها ما نفعتش ببدا ان انا احطه ايه على اكسجين وادخله العنايه يعني. الدكتور ما قالتهاش، قالت تعدوها دي كمان عدتها ما قالتهاش يعني، ولكن دي المفروض ان انا ازاي بختار الانهيلر الكويسه يعني. وقالت دي كمان عدوها ودي كمان عدوها. تمام. قالت ايه الخلاصه المهم يعني، قالت ديفينيشن مهم، ريسك فاكتورز مهمه، الدايجنوزس مهمه، الكومبليكيشن مهمه، المانيفيستيشن مهمه، والكنترول مهم، والريليفر مهم. يعني هم كل كده المحاضره مهمه يعني، انا هما تحسهم عناوين صغيرة بس هي كده كل المحاضرة مهمة يعني، فما فيش تحديدات يعني. بس هي الحاجة اللي أكدت عليها ريليفر، ممكن يجي مثلا رسم ويقول لك ايه هي ريليفر تبدأ انك تقولهم يعني. بس كده المحاضرة خلصت، أتمنى ان انا اكون يعني سهلتها، واحاول ان احنا يعني نفسر كل حاجة عشان يعني ان انا هي المفروض ان احنا نلتزم بالداتا، بس أتمنى يعني ان يلتزموا بالداتا لان الداتا بما فيها الكفاية ان هم يجيبوا اسئلة منها يعني، ما تلغوش بره يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني. ما تنسوناش من دعائكم، وما تنسوش اهلنا في غزة والسودان والمسلمين جميعا يعني، ربنا ينصرهم ويعزهم يا رب، وبالتوفيق يا شباب.